استلزمت النهضة الكبرى في ظل القيادة الرشيدة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى تطوراً مماثلاً في النظام المصرفي الذي يعد سبباً من أسباب التقدم في نفس الوقت الذي يعد فيه نتيجة من نتائج التطور الاقتصادي الكبير في عمان. والمصرف الذي تشاهدونه أمامكم أيها الأخوة وأيتها الأخوات هو أكبر المصارف العاملة في السلطنة، ويمكن أن يطلق عليه بحق بنك البنوك. هذا البنك يتعامل مع الدولة ومع سائر البنوك المحلية والأجنبية في نفس الوقت، وما يميزه أنه يسهم بدور فعال في مشاريع الدولة الإنمائية الكبرى، ويؤدي هذا البنك خدماته على أسس متطورة تم وضعها بالاشتراك مع بيوت الخبرة العالمية، آخذاً في اعتباره تحقيق أقصى فائدة لمسيرة التنمية الشاملة، وهو مزود بكل الإمكانات والمقومات اللازمة لتقديم خدماته بمفهوم حديث وأساليب متقدمة ترقى إلى المستوى العالمي.